السلام عليكم متابعينا الكرام، اخي الرجاوي اختي الرجاوية، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفرجة ممتعة وشكرا لكم. الطرفين لكن دار جليا وحاولت الضغط من طرف فريق الرجاء الرياضي الذي يبحث عن الهدف الاول. حميدة حداد، جول 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 جول، حميدة حداد يمنح التقدم لفريق الرجاء الرياضي في حدود الدقيقة العاشرة من نقطة الجزاء بعد هفوة كانت من جانب حمزة خاوة لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف. لاحظوا كيف العبات هنا، الهفوة من جانب عبد الجليل جبير الذي كان متقدما، محاولة تكسير الهزمة الهجمة من طرف زريدة الذي لم يكن موفقا في ذلك، أو عفوا من جانب ساكر الوردي لم يكن موفقا من ذلك. ثم هنا استغلال الكرة بعد العرضية على المقص تمنح، بذلك اسيست على التبكي من ذهب لحمزة خاب الذي يسجل هدف السابع. براس كرة لا تسد ولا ترد بعدما سددت على المقص عبر القيم الثاني، حرة طليقا ارتقى مروان هدودي الذي يجيد التعامل مع مثل هكذا كرات خروج، ربما كان في تردد من طرف الحارس مجيد مختار. زد على ذلك تغطية دفاعية من طرف ناصر الأولمبيكي السفي لم تكن موفقة في هذه الكرة الأخيرة التي تمنح الهدف الثاني لفريق الرجاء الرياضي في الوقت محدد بدل ضائع تقريبا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع. مروان هدودي بضربة راسية يسكن في شباك الحارس مجيد مختار.